الحقيقة ننتقل إلى محور آخر، ومن الانتخابات التركية ونتائجها إلى الانتخابات الأمريكية، وهذا أيضا يخص المسلمين هناك بشكل كبير. الانتخابات الأمريكية القادمة برأيك، موقع المسلمين الأمريكيين منها سيد الجمال؟ نعم، الانتخابات الأمريكية هي مثل الانتخابات التركية باهتمام العالم كله. أكيد. المسلمون في أمريكا، طبعا نحن نهتم بالانتخابات الأمريكية أيضا لأنه انعكاساتها، وخاصة بعد ما أتت الانتخابات بترامب، وجد المسلمون أنفسهم بأنه يعني الانخراط بالعملية السياسية، التسجيل للتصويت، الخروج للتصويت، التعامل مع الحياة السياسية، أمر أصبح يعني، أنا أذكر في زمن قديم يعني من حوالي 20 سنة، 25 سنة، كان هناك من يكفر المسلمين بالدخول في العملية الانتخابية من المسلمين أنفسهم في أمريكا، الذين يعيشون في أمريكا والذين يعني. فتغيرت الأمور طبعا بعد 11 سبتمبر، تغيرت أمور كثيرة. تاريخيا المسلمون في أمريكا كانوا أكثر ميولا للجمهوريين من الديمقراطيين. حتى 11 سبتمبر مع الأسف الجمهوريون أخذوا منحا عدائيا أكثر شدة مع المسلمين، وكأنه حملونا وزر ما حصل في 11 سبتمبر. تلقفنا الديمقراطيون. الديمقراطيون بطبيعة الحال هم يميلوا إلى دعم الأقليات لأنه هذا يكسبهم أصوات. فهذا الدعم من الديمقراطيين في ذلك الوقت كان بالنسبة لنا نوع من تنفس الصعداء من بعد ما وجدنا أنفسنا في 11 سبتمبر، يعني وضع المتهم دائما. نعم، وضع المتهم والأضواء علينا، ويعني كانت بلغت القلوب الحناجر في ذلك الوقت. هذا التغير في التوجه مع الأسف استمر حتى يومنا هذا، وزاد مع ترامب. إلا أنه الآن بدأنا نواجه قضية أخرى. الديمقراطيون أجندتهم الواضحة طبعا في قضايا اجتماعية تمس حياة المسلم وعقيدة المسلم وشرائع المسلم، بقضية المثليين وغيرها. هذا يسبب لنا حرجا وصعوبة في التعامل. نحن ما بين المطرقة والسندان، ما بين محافظون متشددون، يمين متطرف يريد أن يقتلعك من 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 أمريكا ويرمي بك عرض البحر، ويعني ليبراليون يعني يريدوا أن يميعوا قيمك ويعني محو الهوية، إلى يعني خاصة في قضية جدا حساسة بالنسبة لنا يعني هذا الموضوع. فأنت كيف تستطيع أن تسير ما بين هذين الخطرين؟ نحاول اختراق الجمهوريين بالتفاهم على قضايا وملفات، لأنه نحن نعتمد يعني سواء المجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية أو سواء الجالية المسلمة في أمريكا، نعتمد أننا ننتخب بناء على الأجندة، بناء على القضايا، سواء ديمقراطي أو جمهوري لا يهمنا. ما يهم هو ما هي القضايا التي تخدم الشعب الأمريكي والشعب والجالية المسلمة بالذات قضاياها. يعني هناك قضايا الجمهوري والديمقراطي يجتمع عليها، قضية فلسطين مع الأسف، وقضايا ديمقراطية في الشعب في العالم العربي مع الأسف هناك يعني إحباطات كثيرة. أما بالنسبة للقضايا الأخرى فهاي يعني هنا نريد أن نتقن فن المسير ما بين حقل الألغام. كيف ننتقي المرشحين، كيف ندعم المرشحين، على ماذا نتفاهم، هذا من الأمور الصعبة وليس من السهلة لنا. هذا يطول فيه الحديث. نعم. إن شاء الله يكون لنا لقاء. نعم. حول هذا بالتحديد. نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة الجمال، أمين عام مجلس المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، كنت معي في هذه الحلقة من مسلمون حول العالم. شكرا لك. شكرا لك.
أشكر وبصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.